من غريب للشروق لا لا لي تعداني غير مثل السلمي ساوي يا عمري دعداني يا دم غضبي بنفسه يا نادي جنادي يا بس يا ريت بس تمشي على الناشف عشان ما تجي الساعة 10 الصبح. لا تأسف. بعرف يا طاع عمرك. بس يجي قلوا اني انا اجيت. انا بس بعد اذنك استاذ بس يجي سبع البومبا بقول له انه انت اجيت. يا لطيف بكخ الله يخلصني منك ومنه ايه؟ امين يا رب امين. واعطن غروي بلبسه بعدك واعطن غروي بلبسه دعلاني سياحة 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 دعلاني دعلاني بس انا بس طفلنا بيجي اجوب انا بس انا بيجي اجوب يا يما دعلان ايه سلام ايه عم بسمع ليش تاخرت؟ ها؟ طيب يلا ليكني انا بالمكتب صرت يلا لا ما في تغطيه جوا مشان هيك طلعت برا يلا ليكو جاي سبع البومبا جهز القهوه يلا تكرم عينك استاذ راح جهز القهوه شو بدي احرق انا بين قهوه بين شطف وبين دلالي وبين يا الله احفظ لي ما عليك ايش موضوع حبيبتي هذا كل الموظفين هيك مثل هذاك سبع البومبا ابن خانتي ايه لك شو اجيب لك معي وقت ارجع؟ ماشي شو الطبخ اليوم؟ شيخ المحشي ايه شو عليه؟ خلص رح اجيب معي اللحمه والكوسه الله معك مع السلامه هلا كل ما بدنا نحكي ما بنطلع لبرا حلونا هالقصة بقى شو بدي حلو جيب لك بطانيه مشان تتغطى مشان تغطي لا تتغطى يا الله احفظي ما عليك ايش والله عليك ايش إذا سألك إلي روحك إيه شوي جاي ديروا بالكم نشطوا شوي الله يرضى عليك نبي على فادي كمان شوية حركة هيك عنيت تابعوا لي الأمور ماشي يلا مع السلامة ندى وينك؟ جابر عندك؟ إيه أعطيني إياه ألو لك اسمعني ولك بلا روب بلا توب شباب عم تغني لي هلا لك جابر ركز معي شباب ايه علينا وعلى القصة لك جابر اسمع لك ترجع لندى ايه لك جابر اسمع لك هلا بس اجي بتغني لي حبيبي بغني انا وياك بس لا اجي بس لا اصال لك اسمع شو بدي اقول لك انا مأمن فيك تدير بالك على الشغل لك جابر حبيبي انت ايه اسمعني لك بعرف نظفت مسحت الواجهة ايه الله يعطيك العافيه يعني امور المكتب تمام كلها تمام ايه ليك لا تخانق يا ابو سامر سايره لبين ما اجي بعدين بعد عن ندى يا اخي بعد حل عنا لندى لا حط طفشها للبنت يا بير شباب يلا جاي لا ليه بجيب لك شكل يطا يلا ماشي مع السلامه هم بطنه مو معقول الجابر هذا مو معقول لك ما في فيقني قبل ما يروح ليش ما فيقني ما بعرف تقبرني انا ما حسيت عليه وقت اللي راح خلا بيكون جننه لابو سامر بيهلكوا البين ما اصاب عنده لك امي ابو سامر هذا طبعا رحت بكير والما رحت بكير نفس الشيء لا ترد عليه قلت هيك بيكون تعود عليه ايه امي هلا تركنا من جابر تركنا من ابو سامر منيح اللي جابر مو هون كمان ان شاء الله تقبرني بعيد الشر ما تقولي تقبرني يا أمي ما بحب أقول كده تقبرني ليش أنا في غيرك بده يقبرني خلي لي إياكي بعد عمر طويل تقبر قلبي حبيبي أنت أمريني يعني أنت بتريد أنا موت وبقلبي حسرة
ما شوفك عريس وشوف ولادك. يا امي شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا؟ بعيد الشر عنك، ان شاء الله انا ولا انت. بعيد مين؟ الشر، بعيد الشر، ان شاء الله. معقول تحكي هيك عند الصباح؟ حبيبي امي يرضى عليك. أشر ان شاء الله بنت الملك. قل لي امي انا بدي هي. من هالعين وهالعين بتيجي لعندك. لك يا امي يا امي انت ليش مستعجلة على جوازتي؟ مضايقك انا؟ بدك تخلصي مني؟ طلباتي ثقيلة شيء؟ عم بزعجك؟ قلت لك انا بساوي القهوة ما رضيتي، شفتي؟ بلشتي تملي مني ماما. مو معقولة كل يوم هالموال بتغني لي عند الصبح وبالليل وقت برجع بتغني نفس الموال. قلت لك بكير على الجواز، ماني مفكر بالجواز الا يا امي. بكير؟ ايه بكير. شو بكر لك امي؟ انت شفت كم شعرة بيضة براسك؟ شو كم شعرة بيضة؟ لا ماما ما في شعر ابيض. اي لا تخبيهم مبينين. ايه في صبغة. يعني مجبور تتجوز وانت صابغ شعرك؟ لك امي هلا ما دخل، واحد لا يعمره 20 سنة وبشيب شعراته، بياكل رعبة بشيبوا شعراته، ما دخل يعني. بس مثل ما عم بقول لك يعني انه بكير على الجواز لسه. شوف بدك تتجوز؟ يعني بدك تتجوز. قلت ايه، قلت لا بدك تتجوز. اولا مو ناقصك شيء، شب اللهم صل على النبي حولك وحواليك، مثل الوردة، طول بعرض، فلوس معك. ما ناقصك شيء لك امي، بيتنا سياحنا اياه. عنا كذا بيت، بس اوعى تفكر انه تقعد بيت برا لحالك، بدك تقعد عندي، تشوف ولادك هيك عم يربطوا حوالي. ان شاء الله، ان شاء الله يا ماما، ان شاء الله ما بصير غير اللي ببالك، بس بكير هلا، هلا مخي مو فاضي، يا ماما، هلا الجواز يعني الجواز، الزواج هو عبارة عن شراكة بين مؤسستين، شخصين يعني، بس بدي الاقي وحدة تجي على حد. حاد لك امي ما بدك وحده تجي على مخي تفاهم انا وياها، يعني انا بعد العمر كمان اي وحده جو بدك يعني اتجوز من هون طلي بعد شهر شهرين اللي والله ما تفاهمنا. لا بده يصير فيه يعني خطبه وعقد وعطاء وكذا، وهلا انا مالي فاضي لهالشغلات، يعني دوبي باب مكتب، دوبي الكافتيريا، دوبي شغلي، اذا بترك الشغل بيضيع علينا يعني كل شيء امي. ان شاء الله حولك. طيب معلش مو ممكن هاي تعجبك وهي ما تعجبك، اعطيني المواصفات اللي بدك اياها وانا مستعده افتل البلد للاقي لك اياها. مواصفات؟ ايه بعطيكي المواصفات، يعني بدي اياها تكون فل ابشين، فتحه بالسقف واوتوماتيك، عرفتي كيف؟ ولونها اسود وشنوطه عريضه. سبق بلا غلطتك، هلا انا فايره وانت عم تضحك وبتنكت. قل لي لك يا امي شو مواصفات العروس؟ طوله، بياضه، شقاره، سماره، شو بدك اياها؟ روح جيبك ولا تتغلظ علي مره ثانيه، فهمت؟ لك يا امي يا امي انا بدي اياكي تضحكي، خلص عم بقول لك موضوع الزواج هلا شيلي من راسك مؤقتا، هلا ماني مفكر بالزواج انا نهائيا. مو معقوله امي مو معقوله، يعني شفتي هلا اخرتيني على شغلي، هلا بروح بعلق انا وابو سامر كمان، خليني اروح وبعدين بنحكي بهذا. لك اقعد قبل ما تتحرك من هون بدك تقول لي بدي جوزك بدي جوزك، وبتقول لي حاضر يا امي على راسي بتأمري. بتأمري 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 بكل شيء انت على راسي الا الزواج، الزواج انا بدي افكر فيه بتروي على مهلي يعني، ماشي بنرجع بنحكي الموضوع، تأخرت ماما تأخرت. لا 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 كلمة. شو؟ بتحب حدا ولا؟ ليش ولا ماما؟ يعني انا بحب حدا، اخ فاضي يحب حدا، انا لو بحب حدا كنت قلت لك يلا اوكي بكره بدي اتجوز، ما بحب حدا، يلا خاطري لنروح البس وروح على شغلي. طيب ماشي بدي جوزك غصب عنك. مالي غير سناء. والله رح يجيب لي الجلطه والله هالولد. الو اي سناء حبيبتي شو عم تعملي؟ كثير منيح، تركي كل شيء من ايدك بتعيد عندي. ايه فاير قلبي. لك يا اختي فاتحته بالموضوع. ما بده مصر ما بده. ما بعرف ليش. سالته شو السبب؟ هيك قال هو بكير. لك ايه قال بكير، صار بين عمره بكير، طلع له نياشين وبلش الشعر الابيض بقلي بكير. ببوس ايدك امي تعي تعي لقلنا حلة، ما عم بعرف لانه انا شو السبب،
حتى بتعرفي يعني؟ ما خجلت منه، قلت له بتحب حدا؟ قال لا. طب شو بدي اقول له؟ شو بدي اساله؟ ما في غير انا وياك، يا الله يوفقك. نلاقي لنا شيء قصه نحمل حالنا ونروح انا وياك، لو بدي دق البلد كلها باب باب وبيت بيت. ايه؟ يلا، عم بستناكي، يلا. والله عارفة شو بدي اساوي. يا امي مو معقولة حتى ما خليتيني اعرف ليش كمان موضوع الجواز يمين من بالي هلا خلص ما رح يمون من بالي وبدي ضلنا فوق راسك لتقلي ايه امي روح احطبي لي لك يا امي يعني كل شيء بيصير بالزور الا جواز بالرضا هلا انا ما بدي اتجوز عامل لك براسي 100 شغله يعني من صغري وانتي البيس هيك كل هيك دروس هيك عمل هيك خلاص كمان جواز بدك تجوزيني غصبا عني الي ما حسبتي خاطري تعال ما عندك فكر بالموضوع هلا ما عندك شي فكر بالموضوع ايه طيب خليلي ياك تركيني انا بس يجي على بالي جواز انا براسي بيجي بقول لك يا ماما جوزيني منيح بس وعدني انك تفكر ان شاء الله ادعي لنا الله معك بالتوفيق ان شاء الله تقبلني هالشبوبيه ايه قد مين بتبوس ايدك بين عيني كمان بعد لحم ما شو طولت يا الله لك اردي بقى الو مرحبا حبيبتي وين امك طلعت يعني جاي لعندي ما بتعرفي طيب يلا الله معك اكيد جاي لعندي وين بدها تروح اخ منك يا ابني والله ربيت اللي دبلي على قلبي معقول بهالعمر هلا وعم بقول ما بدي اتجوز والله فيا انه لك لو يقول لي اني انا بحب فلانه انا حاطط عيني على فلانه والله لاخطب له اياها حتى لو ما بحبها ولو ما بطيقها ولو ما بتعجبني بس بخطب له اياها يا الله حيط قلبي على ما اشوف هالولاد هيك عم يتراقدوا حوالي وتيتي وتيتي يقبرني ايمتى بدي اشوفهم يا الله يا ربي دخيلك الهي يا ربي يهديك يا ابني الهي يا الله هاي بتجي دغري من فوتتها بدها قهوه شوفي كم ساعه كمان مع فنجان القهوه دغري بدخي شغله انه انا الحب القديم اللي عشته انا من زمانات والله تاخرت كان يقول لا تنغري بلبس الروب دلالي دلالي للبس لبس الميزاوي دلالي دلالي وتنغري بلبس الروب دلالي دلالي للبس لبس الميزاوي يا عمري دلالي والله والله هيك ما بتخلي عن القلب هم لحظه شلون انت بتفوتي عند استاذ ابو شامر وهم دقي بابا شو الدنيا فوضى شو هالموظفين هدول انا بعتذر بس ما في بالعدد قلبه هات هات شو بدك قولي لي شو بدك اقول له ايه استاذ ولو سمحت بدي توقع لي هون على هيك طلب جابر خلصنا بقى خلصنا شو بقى ما بنعطوا شيء لهم الموظفين بدي اي شيء نشوف هذا البند 1 2 3 4 ايوه هذا تبع النسليات الشاي والقهوه والسكر ايه ماشي طيب ما عرفتي لي ليش عم السبع ما اجى اليوم لا ما اجى جاوبي باختصار مفيد بس تاخذي بتعطي كثير جاوبي لشوف ليش ما اجى السمع البومبا لهذا اليوم خلص الله يرضى عليك دقي له موبايل وطمن شو في وينه لحظه عين طه لك وقعت اعطيها يا بقى خلصنا بالاذن لا تنسي تحكي معه اي حاضر لا تنغرد لبس الروب لا لا لي لا لا لي ولا مش لبس الميزاوي يا عمري دلالي بدي يقطع عمرك ما اغلطه لا ما فيقتك؟ خلص رايح فيقك انا مشان ما اتاخر كل مره
روح يا عمي عليك. روح يا عمي. روح يا عمي. روح يا عمي. طرابة. يلا روح. يا عمي رايح صاحبي عمي. تفضل تفضل عمي سرح. تفضل. لك على مهلك على مهلك جابر. خلينا من الصبح عم الصباح. إن شاء الله ما بقى أنسى إني فيقك الصبح مشان ما تتأخر لأن عم يتأخر. يلا روح الله يرضى عليك. مو معقول الواحد يأمن فيك. قلي هلا غلي قلبي عليك ليش تأخرت؟ قلت له يفيقني أمن فيه ما فيقني مبارح تأخرت شوي لأنه شو بدنا نسوي مشان الشغل؟ شو بدنا نسوي للشغل؟ مو عارف انا معتمد عليك بتعرف ابو سامر انت عمر لك بهالمكتب يعني موت ابي الله يرحمه خلص عود انت هون انا رايح ساوي قهوه لك لا شو ساوي قهوه انت ما تساوي قهوه جابر قبل ما انسى بدك تروح على السوق شويه خضره بندوره وخيار عندي سلطه كامله يعني بتاخذ لك كليين كوسه بتمرق عند اللحام كمان بتاخذ لحمه مفرومه قول له حط معها هدية بدي اساوي لنا كوسه محشي لهم ماشي يلا روح تعال معك مصاري لا تعرف شو عملت مصاري يعني شلشني ايه الله يرزقك سيك رجع الباقي مو تحطهم بجيبتك ما تعرف ما بيكفوا دول على مؤاخذة بس نعمل خيرك يعني شوية كوسة هدول حقهم 3000 فراغ بدهم ناخذ لحمة بس ناخذ خضرة ناخذ بندورة ناخذ غيار بتطلع لك 10000 فراغ من هذا مؤاخذة وين عايش انت؟ يا شباب جابر ما بيكفوا يعني خود هي تحت الزود والنقص يلا يلا روح يلا روح بسرعة يلا الله يرضى عليك وصل يا هون ورجع لهون ها ايه خلينا بالشغل الله يرضى عليك انا هيك الوضع ما عاجبني بنو انت بتعرف كبير وغطاء وما بدي كل مرة اقول لك الوالد الله يرحمه والوالد الله يرحمه بقى دير بالك على شغلك الله يرضى عليك عمي سبع على راسي يا ابو سامر بس انتهي الفترة هي مثل ما قلت لك بس قدر ظروفي شوي ما شوية مشاكل شوية كذا خليها الله معلش فايت اعمل لك فنجان قهوه وتروق وخلينا نفكر على مزاج يلا على راسي لك والله شغلتي بالي شوفي ليش كل هالدهدة التليفونات تعي 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 خليتيني اترك للضيوف وتخانق انا وجوزي شو صاير معي؟ ما حدا عرفان نصيبة حدا راح يجنني هذا الولد ام كامل والله العظيم ماني عرفانه شو بدي اعمل شو صار معك؟ احكي لي يا ستي رافض فكرة الزواج نهائي ما بعرف ليش طيب بيضة شقرة حمراء صفراء شو بدك لروح اخطب لك لك بس اشر لي على هاي ان شاء الله تكون سعداني انا قبلاني بس قلي مين بدك ما عم يقبل ولا عم يقول السبب لك هذا مجنني وما انا صغير عم يكبر ابني يا اختي السنة ورا الباب اي والله ما عاد صغير مزبوط الله يفرحك شو بعمل شو بس بدك تطولي بالك لك اختي بعدين انت هيك بتروي بهدعوة حاكي بركي في باله حدا بركي عاجبته شي وحده بركي هيك راسم انه في وحده بدي اياها زوجه ومو عم يعجبه غيرها حبيبتي والله هذا الحكي اللي عم تقوليه سالته اياه مره واثنين وعشره لك ابني قال لي في بالك وحده بتحب حدا مين ما كانت تكون مستعده اروح براسي اطلب لك اياها بس قل لي لك والله حيطق قلبي على ما اشوف هيك من البيت عم يتفتلوا اخ دبريني بوز ايدك ان كامل دبريني شو لا عفو طولي بالك لك اختي طولي بالك بتجوزيه وان شاء الله بتشوفي هيك عروا اولاد ان شاء الله بتحطيهم بالعتبه وبتعديهم بالقصبة الهي لا هي طريقه الله يوفقك شو بدها تقولي تبعت طولي بالك هلا بنفكر بطريقه بتخليه هو يقر شبه يحكي ليش ما بده يتجوز؟ شلون؟ لك يا اختي بالمسايره سايري خذي واعطي معه هيك بهداوه والله يا كامل ما خليت طريقه بالتراضي بالعياط احيانا بحاربه وما بحكي معه لا ما بيصير هالحكي بيجي بيصالحني وبيضحك علي بكلمتين بس فكره الزواج انسي ما بعرف شو قصته معناتها اختي في باله حدا هذا الولد لك يا ريت اعرف انا مين شو بدي روح يعني راقبه وين عم يروح وين عم يجي بس يقول لي لك ويقول لي ما عندي مشكله اسمعي بدي اقول لك اذا اخذتي واعطيتي معه وقلتي له امي قل لي انا بطلب لك اياها لو كانت شو ما كانت بالتروي هيك عرفتي شويه صبر الا ما يحكي والله راسي رح يفجر بعدين اسمعي بدي اقول لك بنلاقي طريقه نحن يعني ممكن مثلا ارجيه حدا يعني جيب شي بنت جربتي
حبيبتي رافض فكرة إنه حتى يشوف حدا. ايوه لك إذا إجوا قرايبيننا لعنا بيهرب. يا لا إيه مدري شو قصته؟ تقولي حدا كاتب له ولا حدا عامل له عمل ولا ما بعرف شو قصته. لا بعيد الشر بعيد الشر. عقلي عم ياخذ ويجيب ما بعرف شو قصته. هلا بدك تطولي بالك لنفكر بشي طريقة. طولي بالك. استني علي لحلاقي لك هيك طريقة بإذن الله. إن شاء الله. لاقي لك طريقة بتفهمي ابنك شو بو. يا رب يا رب. منحلها 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 من سبع طولي بالك. لا تنخفض من تصور. لا دالي دالالي ولا رسل بسلم يزاوي. خاتيم سبع خاتيم سبع البومبا. جابر تولي خاتيم. أقول خليني ياخي يا خالتي. الله يرضى عليك. هذول غبار وصلني عليهم سبع البومبا. الله يرضى عليك. هاي شوية خبزات وطلايا من الفرن صفيت على الدور وجبت الطلايا وهي بندوره ظريفه منيحه. اي ولا لك بندوره؟ ايدك ايدك البندوره. حاطط عينك على وحده خذ معك. خليني ياخي يا خالتي. اجت بوقتها هي القرص حبه بندوره. خالتي؟ مو حرام هدول الأنامل يصيدوا خشنين بالفرم والمسح والجليك. ليش ما سبع البرومبا بيتجوز ويجيب لك كنه تفرم وتمسح وبيجي بتساعدك؟ آه يا جابر آه آه حطيت إيدك على الوجع. آه سلامة قلبي سلامة قلبي. طلع لساني شعر ما عم بيرد على كلمة ما بدي أتجوز. جابر بتقدر تقنعه؟ سبع البرومبا؟ أنا اللي بقدر بقنعه دكان. وينك؟ وحياة عينك. إذا أنت قدرت تقنعه وإجا قال لي يا أمي أنا بدي أتجوز، ليس حال عقلي، وطلب وتمنى. اطلب وتمنى؟ اللي بدك إياه. بدي إياه؟ إي. شو بدك يا سبع؟ ما قلت لك إجا بوقت وصل بندورة؟ شو بدك يا سبع؟ شو بدك يا جاري؟ ما بدك إجا بوقت وحالي ها؟ شو بدك يا جاري؟ خالتي بدي شطل مشان هف المي وبدي مسرح جديده واسرح تصديده مشان اشطف المحل مشان ما معبي سبعي بومبا يزعل مني. هلا وقت السطل والممسحه والنشافه. عم بقول لك اقنعني اياه يتجوز مشان الله يا جابر. يا خالتي سبع شو فكرتيني انا امسيك الدايه تبع باب الحاره؟ يا لعيونك. ساعدك بالغلط احطهم انا بالمطبخ، بس والله انا معك وقلبي عندك، صار سبع البومبا، استاذ ابن خالتي، صار طول انا ما لقيت غير هالاجدب وقعد احكي معه، والله انا اجدب منه مستر. والمفروض المفروض يتجوز صار، ما بصير هالحكي يا خالتي. قلت لك اقنعه، واللي بدك اياه. خلص انا لحالي، انا بدي اروح لهلا ابو سامر، بصير ابوات بينفتح ابوات علي وما بدي اتاخر على شغل المكتب، بدك شيء خالتي ام سبع البومبا؟ سلامتك. الله يرضى عليك. دير بالك عليها. ايه ولا يهمك. يلا. خالتي ام سبع البومبا؟ خالتي تك تك تك. لك شو نسيت شيء؟ لا. لك خالتي انا خطر على بالي شغله كثير خطيره. هات لشوف. انا برايي ليش ما بتحاولي تقنعي لسبع البومبا انه يتجوز؟ شو بدي استخدمك؟ خلي على عيون، رح ناقصني جد بدك انا؟ هذا اللي ناقص يا الله. وين هي الثانية؟ سببني شيء ست الكل؟ وينه مقصوف الرقبة وليان؟ ليش لهلا ما وصل عم بقله ومسكر موبايله. مسكر موبايله قلت لي. ايه شو عليه؟ بسيطة. مدام بقدر ساعدك بشيء؟ في شيء مشكلة بحل لك؟ ليك اسكت اسكت خلص، يعني شو بدك تساعدني؟ روح اهتم بالسيارة وخلص. انا ساويت سيارة بس انه اذا في شيء بقدر حله يعني اي شيء. خلص حل عني، يعني انت بتعرف شو القصة؟ بالمكتب السياحي، بشو بدك تساعدني بسيطة بحل لك اياها. شو؟ كيف بدك تحلها؟ أنا بعرف حدا صاحبي يعني إنه مو صاحبي إنه اقعد لشو؟ هات لشو فهمني.
مين بتعرف وشو القصة؟ يعني أنا عندي صاحب يعني أصحاب يعني ما أعرفهم. خلص بقى فهمني. إنه بقدر أنا حلها. خلص أنا بحل لك يعني مشكلة بسيطة. عن طريق مين؟ صاحب صاحبي هو صاحبه لصاحبي إنه بيقدر يحل. خلص ركز 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 يعني. مين صاحب صاحب مدري مين؟ أنا بعرف واحد وهو بيعرف واحد وهذاك الواحد يعني بيقدر يوصلني لعنده. خلص خلص فهمت فهمت. ويساويها. طيب ماشي. وشو يعني كيف بدنا نبلش بالإجراءات؟ بعدين أنت مدام شو بدك بوليام؟ وليام يعني ما بيعمل شغلة إلا بيقبض كوميسيون عليها. بتعرفي هداك اليوم إنه لما كنتي يعني بالمحل إنه في واحد إجا أخذ بده رقمك قال له أعطيني 10,000 ليرة لا أعطيه وهو حدا يعني ما بيعمل شيء إلا بيقبض مصاري عليها كله يعني على اسمه. وليام إيه وليام وانت منو بتعرف هالحكي وليش هلا ما قلت لي؟ ما حبيت احكي اطلع علي انه حرام وهذا احيانا بزعل عليه بس ما هذا لازم احكي لانه هو واحد يعني ما بعرف شلون واخر شيء بسكر موبايله وبيمشي يعني انه عم قال لي رد على ست الكل يشوف شو بدها شو طلباتها شو لازمها. ايه بصير خير خلينا هلا بمشكلتنا كيف بدنا نحلها؟ انا يعني انا بحل لك يعني انت يعني ما شو ترتيبه هذا رفيقك مدري شو؟ بخليه يجيب لك الاغراض اللي انت طالبتيها من يعني انا بس بدي الشنطه توصل ما بيهمني اي شيء ثاني. خلص اتركي الشنطه موضوع الشنطه عندي يعني لا تقولي له اليوم ولا تقولي لحدا واليوم توصل الشنطه. ماشي خلينا نجرب حضرتك طالما وليام افندي مسكر خطه. أصلاً مدام هذا إذا ما سمسر على الموضوع يعني هو بينيم الموضوع يومين كاتي أصلاً سكر موبايله لصر له القصة شي يومين ليسمسر على الموضوع ويتبه ويقول لك إنه لا بتكلف القصة 50,000 لا 100,000 لا 200,000 ببلش يراوغ بالموضوع بعدين بيفتح خطه بتلاقيه شو اسمه هذا إيه خلص خلص بقى خلص. كي خير ماما فيكي شي ماما عم يجعك شي قومي قومي لعندك على المستشفى قومي مامتي شو بكي ليلي لك ليش عم تبكي حدا صار له شي ما حدا صار له شي انا اللي صار لي شي بعيد الشر عنك يا امور بعيد الشر عنك امانه فيكي شي ليلي لا تخبي علي امي لا تخبي علي شو بدي اقول لك ظهري عم يوجعني وراسي عم يوجعني وبطني عم يوجعني دك قومي قومي وبعدي عم توجعني وكلاوي عم يجعوني وعيوني عم يجعوني وكل شي فيني عم يوجعني وساكتة لك امي ساكتة احملك حمل يعني قومي ما حخلي دكتور فيكي كل الاختصاصات لا احملك لا لا ما بدي امي انت بس قلي امي ايه حاتجوز الطيب هلا مشان هيك قصفتيني ركبي قصف رعبتيني رح انجلط انا رح انجلط لك امي معقوله هالرعبه ترعبيني اياها عم تبكي مشان انا اتجوز ايه 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 ما بدي موت وما اشوفك عريس لك بعيد الشر يا امي بعيد الشر بعدك صبيه بعدك صبيه وست الستات ان شاء الله بتعيشي العمر كله يا امي يا امي موضوع الجواز قلت لك بده تروي لك شوي شوي مو معقوله تعملي بحالك هيك مشان اتجوز انا طيب بتروى بس عطيني هيك 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 ضوء اخضر بس هيك باللي قلبي بكلمه قال لي ايه امي روحي دوري لي على عروس بس قال لي هالكلمه الله يوفقك امي بدي اسالك سؤال وجاوبيني بكل صراحه ايه انت ليش بدك تجوزيني؟ اخ لك يا امي يعني انا لما بشوف اللي اصغر منك تجوز واللي قدك تجوز لك جارتي هاي اللي قدامي قدي سكسار التيتي والله احترق قلبي ومين ما شافني بيقول لي انت بدك تفرحي بالشاب الحلو شو بعمل؟ قلي بس شو بعمل يا الله دخيلك انا لك لو كان عندي بنت كانت تجوزت وجابت اولاد وفرحت فيها ما عندي غيرك تقبلني خليني افرح فيك الله يوفقك هات لبوس ايدك لك امي شو عم تحكي انت؟ لك شو عم تحكي؟ لك انا ببوس ايدك وراسك ورجلك لك يا امي انا ما عندي اغلب منك بس روقي علي شوي واللي بدك اياه بيصير لك يا امي شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي يا امي؟ انا مين عندي اغلى منك؟ يخلي لي اياك يا رب الله يرضى عليك يا رب خلص هدي حالك امي هدي حالك وحياة عينك ما بصير غير اللي بخاطري ما بصير الا اللي بدك اياه انت حتتجوز؟
بدك بتجوز، بتجوز واحدة وتنتين وعشرة، بس ما بدي، ما بدي اشوف دموعك، ما بدي اشوفك عم تبكي يا امي، والله رح يوقف قلبي وقت شفتك عم تبكي. يا الله يخليني اياك يا رب. معقولة امي، معقولة لهالدرجة؟ يعني لهالدرجة يعني عم تبكي وتمرضي حالك مشان تجوزيني؟ اسمع، بكره من الصبح رح ادور لك على عروس، حاخذ سناء وروح. طولي بالك، طولي بالك، يا ماما طولي بالك. هلا انت مو بدك ياني اتجوز؟ بلا. خلص، تكرم عينك، انا رح اتجوز. بس هي الجواز يعني ما بدها راحة نفسية، ما بدي انا اشوفها تعجبني، يجي عقلي على عقلها، يعني بعد هالعمر هذا اذا ما نقيت المواصفات كاملة اللي انا بدي اياها ما بتزبط. مزبوط لما لقيت امي، بعدين اكيد اول شغلة بدي وحدة تسمع كلمتك وتكون تحطك تاج على راسها. تأمرني يخلي لي اياكي، يخلي لي اياكي يا امي، ما عندي اغلب منك انا، انت بتأمري بتأمري امر. تأمرني بس بتوعديني ما تبكي، ما بدي اشوف دموعك نهائيا. خلص وبديري بالك على صحتك. ايه ماشي ماشي، تقبلني ان شاء الله. خلص خلص، تكرم عيني. بدي ادور على عروس انا ولا انت؟ اكيد انا ماما، اكيد انا، بس بشرط يكون بتشبهك بكل شيء. ان شاء الله بتقبرني الهي يا رب. بعيد الشر، بعيد الشر ماما، لا تقولي اياها الكلمه. خلص بدي اياك تكوني رايقه ورضيانه واللي بدك اياه بيصير. خلص هلا هيك انا مبسوطه. يخلي لي اياك، يخلي الحمد لله. الف الحمد لله امي. والله رجعتني معدتي، ما عملتي لنا اكل ناكل. يبعت لي 100 حمى. عيد الشر. تقولني والله ما طبخت وحيد. شفت؟ شفت؟ لو كنت متجوز كانت هلا مرتك طبخت لك، الك والي. هلا بدي جواز طباخه انا امي؟ خلص مو مشكله، وري امك شو جاي على بالك تاكلي هلا بوصيلك، بحكي مع جابر وخليه يجيب لنا اكل. شو تاكلي؟ شو جاي على بالك؟ اللي بدك اياه تقولني. تاكلي بيتزا؟ ايه. طيب البيتزا. ايه طيب. ألف حمد وشكر لك يا رب. يا عمري هاتي لي رد هذا على التليفون، بكون عم يغني ويرقص. بكون عم ياكل. ألو؟ إيه جابر؟ ألو؟ جابر؟ لك جابر ركز معي شوي. آه؟ لك لا لا بعدين، شو بدي أقول لك؟ روح على المحل تبع البيتزا اللي بناخذ من عنده دائما. إيه؟ ايه قل له بدي بيتزا على كيفك لمعلمي السبع، وجيبها وجيب لي معها كمان كولا. ايه اوام حجم عائلي كبيره. لك ايه معزوم، انت معزوم، تكرم عينك. ليش فيني اكل بلاك انا؟ على عيني جابر، يلا مع السلامه. يا على عيونه هلا سفق سندويش فلافل هلا دد واخذ قرص بندوره ودهشوا معها. يا بسطي لقوم غير وعي واخذ لي دوش لاني كثير مشوق. قوم تقبرني ان شاء الله قبال حمام عرسك الهي. خلي لي اياكي وانت حاضره ماما. الهي يفرح قلبك يا بني، الهي مثل ما فرحت لي قلبي، ويبعت لك عروس تسر قلبك وخاطرك الهي يا رب. الحمد لله. تضلك معصب عم بتنفخ، صلي على النبي. صلينا عليه، اللهم صل على محمد. لك والله الواحد ما بيعرف شو بده يحكي. لك عم اقول لك عم روح بكير على الشغل، بيجي متاخر حضرته وبيقعد له ساعه ساعه ونص بالكثير بيتنار هو وهذا جابه وبيحمل حاله وبيمشي. لك وما في شغل حتى شكلك، خلاص ما عاد في شيء بنوه. بقول له يا سيد سبع يا عمي سبع، بدنا نعمل هيك نساوي هيك، حدث ولا حرج. يا الله كيف كان ابوه، كيف طالع الولد. الله يرحم عيون ابوه وتراب ابوه. امين يا لك انت وين وهو وين؟ لسه بتقلي ابوه. لك لما كنت انا وابوه الله يرحم ترابه كان مثل القلب، مثل الساعه، مثل التكه ماشي. ما بتوقع سبحان الله بعد ما توفى الوالد يستلم هو الشركه ويعمل هيك. يعني انطبع عليه المثل غاب القط العاب يافار. ايه هذا اللي بس انت شاطره فيه، غاب القط العاب يافار. طب شو بدي اعمل لك يا ابو سامر؟ نحاكي امه يعني؟ لما اروح اعمل لهم الزياره بحطه انا اتفاهم معه. لا لا ما شاء الله يعني مشوره بشب كبير ماله صغير، والله بعرفه مو هيك. بسيطه بسيطه لما الاقيها دوباره. انا بكره ان شاء الله هيك بدي اقعد انا وياه وحط النقاط على الحروف، والا ما اجيب نتيجه وما عملي لنا كاس الشاي. انت طول بالك وروق. شاي احمر لما اخذه؟ احمر مثل العاده. احمر؟ ايه عندي كل الالوان. يا لطيف عليك يا استاذ سبع البومبا، معقول هيك
هيك خبرية تعتمنا على على بيتزا هيك خبرية حلوة بدها خروف محشي وصداقيت صداقيت شو بدها؟ صداقيت صداقيت وخروف محشي ايه تكرم عينك رح تستاهل مو خروف محشي تستاهل جمال محشي انت هون جاية تجري معلومك جابي من الفرحة من الفرحة ما عم ما عم بحسب بعد عندك عشان اضم مبروك وجوازة الدهر ان شاء الله ان شاء الله يا رب جوازة الدهر بكير على الجواز لسه شو رايك؟ صدقت انت معقولة نسيت حالك يعني انت نسيت حالك وقت تجوزت جابر مشان الله لا تزعل مني لا تزعل مني مو بقصدي ما بعرف شلون طلعت معي هالكلمة وذكرتك خلص لك لا ما بيصير لك انا بفرح لما تتجوز ما بزعل تعال هات بصي هات بصي يخرب بيتك يخرب بيتك من حالك لك بالصابون العمى ضربك لك العمى ضربك تعال قوم قوم جيب لي بحاري قوم قوم ساوي لي شاي يا رب اعتذر منه كمان يعني لك شو لك ولا متليف لك قوم خذهم على المطبخ شو على المطبخ بس انا مبسوط ان شاء الله جواز الدهر يخلي لي اياك جواز الدهر ان شاء الله جواز الدهر يا سبع البربع الله يعدمني اياك لك الله يعدمني اياك لك ساوي لي شاي عمي مشان الله بالعم ليش طيبتي والبنت يا عمي عمي مشان الله بدون عم ببوس ايدك طول بالك هاي مرت عمي مثل امي انت طول بالك مثل امي لا خلص طول بالك حتى بيضيع يد على امه لا ما حدا مشان الله بس بدي افهم ليش تطلع هي والبنت ايه فا في شيء ما في شيء ايه ليلي خلص يا رز ما رح بطلع لحالي طلعي لحالي البنت ما بتطلع من البيت الا على الجامعة ورجعة ووصلها خطيبة احمد عمي طب معلش عمي من واحد سوء التفاهم بطلع معه وين بدك تطلع معه؟ يعني احتراما لك عشان ما تنكسر لا كلمتك ولا كلمتك لا عمي كلمتي هي اللي بدها تمشي بهذا البيت طبعا عمي لك كلمتك اللي بتمشي بهالبيت خلص نطلع بدها ايوه عمي نعم الله وكيلك عمي لا شربت قهوة ولا شربت شاي ولا اكلت لانك حلفت علي على التليفون ولا يهمك عمي ولا يهمك لعيونك امي كامل جاهزين لأكل أمي لك لا شو جاهزنا أكل حرام نعذبها هي متعب مثل أمي نعذبها مثل أمي ما في عذاب حبيبي ما في عذاب أمي كامل جاهزين لأكل تكرم أنا رح أغير وعيي إذا هيك معلش كم لك مشكلة كان وين المشكلة؟ المشكلة اللي بعثت لها رقمي إيه؟ اسألي لي يا سيفته يوم بسألك يا خوف خلي تعمل لك بلوك كمان بلوك؟ يلا عينك طيني لي يا فرد مرة كمان إيه تكرم حبيبي دلة شو بدك؟ أمي روحي ساوي لنا أكل مع أبوكي أمي ما دخلني فيك ما دخلت ما دخلني قومي جاب قومي لقلي